السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد في احلى اكل ان شاء الله، ولكن الموضوع ايه بقى؟ والله جايب عندي ارنب، هنعمله بانيه بطريقه لطيفه جدا، ولكن قبل البانيه هنسلقه وهناخد المرقه، هنعمل حبه ملوخيه كويسين وحبه رز بالشعريه كويسين. واللي ملوش مزاج النهارده ياكل ارنب، جايب عندي نص مشكل من الكبد والكلاوي والقلوب، هعملهم طاجن ولكن في ورقه لحم او مشابه ورقه اللحم، بس على ما اعتقد الامور سهله وبسيطه، ولكن بعد ما اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم معاكم النهارده قبل الفاصل على اكلتين ثلاثه ابسط من بعض. ارنب، او جايبين ارنب هنعمله مع حضراتكم بشكل بسيط جدا، فكره البانيه، ولكن هنسلقه الاول نستفيد من المرقه، نعمل منها حبه ملوخيه وحبه رز، وهنعمل خلطه حلوه جدا. بعد ما نسلق الارنب ده هنشغلها بفكره البانيه، بس مش دقيق وبيض ولبن، لا هنعملها كلها يعني زي اباراي كده، نغطس ونحمر بطريقه سهله جدا وبسيطه. الطبق التاني اللي ملوش مزاج ياكل ارنوب، يعني جايبين عندي نص مشكل من الكلاوي والقلب والكبده وحته دهن كده، هعملهم بفكره طاجن او بطاجن بالبصله، ولكن في قلب ورقه لحم او بشكل ورقه اللحم. هنشوف التفاصيل ماشيه ازاي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا على طول مع حضراتكم في اول حاجه، هو سلق الارنب بطريقه بسيطه جدا. اي اعشاب، اي بهارات انا بحبها، ما عنديش مشاكل فيها خالص. اولي زي ما حضراتكم شايفين بصلايه، جزرايه، ليمونه، ده للسلق الاولي اهو كده. حله تكون بتغلي ميه سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه هنزل بيه الارنب، اتقطع زي ما حضراتكم شايفين كده، وعليه حبه البصل والكرفس والكرات، اي حاجه عندي انا عايز ازودها ما عنديش مشاكل. هاخد عندي ورق غار هنا كده، وحته قرفه، وكمان حبيتين حبهان على ورق على حبه على فلفل حصى على ورق الغار، وكمان الحبهان اهو. شايف يا استاذ؟ تمام، هنزل بيهم على طول. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهسيب الكلام ده كله ياخد غلوته مع نفسه في الاول. وكالعاده اي حاجه بعظم احنا بنوارب الباب ده شويه عشان نستفيد، بس ايه، بالبخار ده يطلع بره ما يكتمش، ويبقى في الاخر هيعمل ريم او حاجه مش لطيفه في قلب المرقه، فده افضل. والحاجه الثانيه برده مهمه جدا، اني برده ما احاولش احط فلفل اسود ناعم عشان ساعات بيبوظ المرقه شويه، فيبقى الالطف نحط حصى عشان نستفيد بالمرقه ونقدر برضو نشيله في النهايه. طيب سيبنا ده شويه ياخد وقته في فكره السلق. البصلية دي هنسيبها تنهار شويه مع نفسها كده كالعاده. بسم الله الرحمن الرحيم كده مع نفسها خالص، وبعديها معلقه سمنه او معلقه زبده عشان تتكرمل معايا، يعني تتكرمل تبقى زي الكراميل كده او متكرمله او لون الكراميل. وزي ما اتفقنا هديها عندي معلقه سمنه او معلقه زبده، واسيبها مع نفسها خالص اهي في النص كده. وانا احب دايما بصراحه ابهر البصل، هبهر البصل بسنة بهار مشكل كده على الوش او فلفل اسود، واسيب الكلام ده كله يعيش حياته، هنشوفه كمان شويه. طيب نخش على الطبق التاني، نبدا ناسسه ونقطع ونشوف اخبار التسويات ايه بالتدريج. يعني ايه تسويات بالتدريج؟ يعني اكيد القلب غير الكلاوي غير الكبده، كل حاجه لها تسويه. الموضوع يلا بينا. بسم الله، بس قبل اي كلام هنشغل الطاسه الحلوه دي كده جنبنا، و هنشغل كمان الحلة دي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. أهم حاجة في الشغل لما يجي يشتغل نظبط أمورنا بالتسويات وسخونية النار، دي مهمة جدا. نجيب عندي سكينة بس كده حامية شوية، ونبدأ نقطع براحتنا. الكلاوي، بسم الله، الكلاوي طبعا كل ما نصغر فيها التقطيع كل ما تستوي معاه بسرعة، وكل ما بقى قربت لتسوية الكبدة في نفس الوقت يعني، فلو كبرنا شويه تقطيعه الكلاوي هتاخد منا وقت شويه. نعمل ايه؟ نقسمها بالنص كده، تمام، ونبدا نبص كده نشوف اي حاجه عينينا شايفاها مش حلوه او اي حاجه. هسيب الدهون اللي فيها دي واقطع كده على طول اهو. تمام، ادي اول حاجه. طيب
حاجه زي كده مثلا مش عاجباني. بص كده شايف دي، ما اشيلها اشيلها، اي حاجه عينيا شايفها مش حلوه ما اعتقدش يعني ان هتكون ليها لازمه. طيب اول حاجه هتعمل ايه يا شيف؟ والله سنه زيت الاول كده، وهنزل عندي بالكلاوي تاخد اول تشويحه على ما اخش عليها وراها على طول ان شاء الله بالقلوب. بسم الله كده القلوب. ممكن اعمل حاجه حلوه، هقسمها على نصين بالعرض كده، واجي اعمل كده وهمشي برده كيوب شبيهه شويه للقلوب الكلاوي كده. ده القلوب. الكبد على ما اعتقد بتبقى ناعمه جدا وجايه لي متقطعه برده رفيعه، مش هكبر، مش هصغر التقطيع بتاعتها، هخليها كبيره شويه اللي هو هتبقى كده عشان تستحمل معايا برده تسويه وتبقى نفس الشكل بتاع القلوب والكلاوي في اخر التسويات كده. حاضر. وادي الدهون، هي بتبقى غالبا يعني حته دهن ممكن يكون من اللية. هناخد دي، هناخد دول بس ننزلهم معانا هنا نكمل تسويات الدهون او الريحه تبقى معاهم يعني تمام. ونشوف افندم. يا ام يونس صباح الفل. صباح النور. ازيك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. صباح الفل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. تحت امرك. امر الامر لله وحده. تسلم لي. تسلم ايديك وعيونك. الله يبارك في عمرك. ومش عارفه اشكر البرنامج ازاي، وطبعا اللي ورا الكاميرات اللي احنا يعني مش بننساهم طبعا، يعني يسلموا كل حاجه. كتر خيرك يا فندم. اصغر حد فيهم لاكبر حد، طبعا كلهم كبار يعني، بس انا بنتكلم على الشغل بجد. تسلم ايديكم كلكم. شكرا يا فندم. البرنامج الحلو الجميل. شكرا ده. شكرا يا فندم. بيكفي حضرتك فيه والموجودين بجد. شكرا. بجد بجد. شكرا. شيف علاء، هسالك على حاجه بقى غير الاكل اللي احنا بنعمله، يعني هخرجك شويه من المود واقول لك على الحلويات بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. الكيكه بعملها على طول على طول مكتومه، يعني انا مش عارفه اظبطها خالص، بتطلع مني يا مكتومه يا بتطلع مني مش عاليه قوي. تمام. بس حاضر. معلش انا بعتذر بقى، بس مش يعني قلت اسال حضرتك. اوامرك. امرك. اعتذر ليه يا فندم؟ تحت امرك. ربنا يخليك. لا يا فندم تحت امرك. امر. حاضر. تسلم ذوقك وعيونك كله. على ايه يا فندم؟ تحت امرك. حاجه ثانيه يا فندم؟ تسلم ذوقك. صباح الفل والهنا. بشكرك لكل كلمه قلتها لنا يعني كويسه، شكرا جدا ليك والله، كتر خيرك. حاضر يا فندم. يا فندم ام يونس تاني. فاطمه هانم. الو. صباح الفل والهنا يا فندم. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ كله بخير. بخيرك. ابني عايز يكلم حضرتك. افندم. ابني عايز يكلم حضرتك. حاضر يا فندم. حضرتك جدا على اكلات الجميله حضرتك. حاضر يا فندم. اشكرك. على ايه يا فندم؟ تحت امرك. اتفضل. ايوه. اهلا وسهلا. ازيك؟ يلا. انا اسمي نوح. اسمي نوح. اسمك نوح؟ الله، اسمك جميل قوي. شكرا. ازيك يا نوح؟ عامل ايه؟ واو. عندك كام سنة؟ ثلاثة. ها؟ ربنا يحميك يا فندم، انا بشكرك، شكرا جزيلا. هو قول له عايز اطلع زيك. عايز اطلع زيك. يا حبيب قلبي اطلع احسن مني ان شاء الله يا جميل. حبيبي يا نوح والله، ربنا يحميك يا حبيبي ويحفظك انت وكل اولادنا. شكرا يا فندم، ربنا يخليك وتشوفي ان شاء الله احسن مني. ينفع يطلع مع حضرتك؟ يا فندم؟ ينفع يطلع مع حضرتك؟ انا اسف بس 3 سنين يا فندم؟ اه 3. يا ربنا يحميهولك طبعا، نتمنى ولكن نصبر شويه بس لما يعني انت فاهم قصدي ايه؟ طبعا ينورني ولكن خليه بس كده يمسك نفسه شويه، سنه كمان ولا حاجه عشان بس ايه يعني نعرف نطلعها بس حتى قدام حضراتكم. طبعا ينورني والله، ولكن انا شايف شويه صغيرين عليه بس عشان نعرف نتكلم وناخد ايدي مع بعض. ربنا يحميهولك ويحفظهولك يا رب. بشكرك، شكرا جزيلا. طيب سجلي برده بياناته يا نور. وثلاث سنين انا نفسي يجي طبعا ينورني، ولكن عايز بس يجي يعمل حاجه يعني فاهم.
يبقى في طبق سقرنن بس. طيب هنا بصوا حضراتكم منظر البصل راح لفين، اهو قدام حضراتكم بدا ياخد اللون اللي انا عايزه، الكلاوي والقلوب هنا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. والله يا جماعه بس انا عايز اقول حاجه من اول الحلقه بصراحه، والواحد موده مش لطيف، مش لوحدي، كل الناس كلها مش مبسوطه والله من اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين. الواحد بيقوم على اخبار مش لطيفه وبينام على اخبار مش لطيفه، والله الواحد ملوش مزاج يعمل اكل، بس الواحد ده شغله يعني، ما اقدرش الواحد ما يعملش ده. الواحد بصراحه يعني زعلان وكل الناس زعلانه، فربنا يا رب يفك كرب فلسطين يا رب، ويجعلها يا رب دايما سالمه امنه وترجع تاني الاول واحسن، ويرحم كل اطفالنا وكل اهالينا في فلسطين. منظر والايام اللي بنشوفها دي والله يعني وجع قلب جدا جدا للاطفال والامهات والناس اللي بيحصلها كل يوم دوت. فربنا يا رب يعدي الامور على خير ان شاء الله يا رب. فبس الواحد والله يعني قلب يعني عارف اللي هو ايه، قلب عندكم زي ما بيقولوها، وربنا يا رب يعدي الامور على خير ان شاء الله. طيب هنا الملامح بدات تبان، بص كده يا استاذي بدات التسويه تبان. انا منظر الدهون في الموضوع ليه نفس، ولكن هنشوف في الاخر يعني. انا بسيبه بس عندي ان هو يتشوه زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر انا كده تمام. طب اظبط تسويتي عامله اظبطها ازاي يا شيف؟ اقول لك عشان نعمل تسويه يبقى امان الامان، حاجه بسيطه جدا 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 ممكن نعملها يا فندم. حاضر، هاخد مغرفه واحده من المرقه او ميه سخنه اعمل بس تسويتي. سهير هاني صباح الفل، بسم الله يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه وحظك طيب، وربنا يا رب كده نسمع اخبار حلوه عن فلسطين ان شاء الله. لسه جاي من العمر اول امبارح. ما شاء الله، ربنا يجيبك بالسلامه دايما يا رب. يا رب يبارك في حضرتك. هسال سؤال بس يا شيف علي. اتفضلي يا فندم. الكبده تنصحني اغسلها ولا ما اغسلهاش؟ لا، حسب هتعمليها ايه. بالرده؟ لا ما تغسلهاش. طب لو بعملها زي حضرتك بالثوم والبصل الاسكندراني؟ نشفيها كويس جدا وصفيها. انا مصفي. بص يا فندم. ايوه بص كده استاذي لو سمحت، ممكن تيجي معايا اقطعها؟ طب انا هوريك حاجه دلوقتي فرق، خليك معايا زي ما حضرتك معايا يا فندم. ممكن معاك لو انا هجيب مثلا دلوقتي لحظه واحده فضل. عشان نشوف الفرق بس. أيوة. لو غسلنا الكبده ولو ما غسلناهاش ايه اللي هيحصل؟ ادي ميه بالمره. احب اجاوب على السؤال ده عملي اكتر من ما نجاوب بيه نظري، عشان بعض أيوة. الاسئله برضو بقى ايه. بص يا فندم. أيوة. ادي الكبده اهي. ايوه هحطها في الميه. ماشي. ودي كبده ما فيهاش ميه. ماشي اهو، لما نسيبهم الاثنين هتلاقي دي لونها هيتغير. ايوه اللون بيتغير صح، فراح منها البروتين، راح منها الفايده اللي انا عايزها. طب لو مش نظيفه يا كبده، اقول لك هنا الموضوع بيختلف. لو كبده نظيفه يبقى زي ما اتفقنا هنصفيها كويس جدا، منها تطلع بالمنظر ده معايا. اما دي خمس دقايق هتلاقيها ملامحها اتغيرت، فبالتالي مش هتبقى نفس اللي احنا عايزينه. فالالطف انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نظبط امورنا في النظافه دي اهم شيء. يعني يا شيف هننضفها ولا لا؟ اقول لك بتتنضف، ده مهم جدا، ولكن فكره الغسيل حسب وحسب، ولكن الافضل في الكبده ما تتغسلش. امل هاني صباح الفل. الو امل صباح الفل، بسم الله. طب كلمينا تاني يا فندم. حاضر. عملت ايه دلوقتي؟ خدت الكبده، خدت الكلاوي، خدت الكلاوي وخدت القلوب، نزلتها على البصل. هاخد الطاسه بسخونيتها، هبدا اكمل عليها الكبده واقفل كله مع بعض يا فندم. حسين باشا صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ على اخبارك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يطمنا عليك وتسلم ايديك كده في كل حلقه حضرتك، يعني ايه بتمتعنا وبتجوعنا صراحه. كتر خيرك يا فندم، من ذوقك، شكرا. تحت امرك امر. الامر لله، الله يخليك يا شيف. لا لا يا شيف، كنت عايز احمل من حضرتك كده المبكبكه بعد اذن حضرتك. اوامر. حاضر يا فندم. الله يخليك. حاضر، بشكرك. حاضر، اوامرك. الله يخليك يا شيف، تسلم. فندم تحت امرك يا فندم. حاضر. هحط عندي رقة زيت هنا في النظيف بقى. النظيف ده هعمل هشوح حتة كبدة وهبدأ اعملها طشة معاها واقفل كله مع بعض. طيب هراجع مراجعة سريعة مع حضراتكم هنا ايه الأخبار. بص الأرنوب المرقة بقت عاملة ازاي في النظافة. مغسول غسلة نظيفة، متقطع تقطيعة لطيفة، المرقة كانت بتغلي، نزلنا عندنا البوكيه جرير بتاعنا، المرقة زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطة، أبدأ أغطي عليها تاخد غلوتين وكده، هبدأ أصفيها وبردها بمية ساعة. ليه؟ عشان المية الساعة دي هيحصل فيها إيه بعدين؟ هبرد شويه وهبدا هعملها تبلت الباني بتاعتي او طريقه الاباراي اللي هعملها. ايه الطريقه اللي هتعملها؟ والله هعملها بطريقه حلوه جدا. هجيب عندي كوبايه دقيق وكوبايه لبن واثنين عدد بيض واردهم مع بعض تتبيله حلوه جدا، حتى عايز اعملهم دلوقتي بالمره. بس احط الكبده الاول عشان استفيد بيه. حطهم في الثلاجه شويه. بسم الله. ادي الكبده، نشيل ده خالص ونعمل طشه ونخش على الموضوع اللي بعده بقى عشان ايه نوضح الامور اكتر.
الطشه اللي بنعملها كل مره مع حضراتكم ب شفت المنظر؟ بص يا فندم، خدت بالك؟ كل ما هنسيبها هتبيض والموضوع يعني هيروح في حته تانيه خالص. طيب هرجع تاني اشوح الكبده عندي هنا خمسه كده سريعا، وهنجيب عندنا حبه خل، عصره ليمون، اكيد نعمل كبده اسكندراني عادي. وهنا سنه كمون، معلقه كزبره كبيره صغيره عفوا مليانه يعني، تاتش جوزه الطيب لو حبينا، تاتش حب هان لو حبينا، حبه بهار مشكل تمام، وسنه شطه طبعا. وعندي هنا معلقه ثوم كبيره، ادي واحده ادي اثنين، وفلفل حار لو حبينا طبعا او هريسه في الطاجن هيبقى حلو. واقلب الكلام ده كله مع بعضه كده، الاثنين الكبده هتوعي بص حضراتكم ما فيهاش اي حاجه خالص، اهي شايف الملامح. هبدا انزل عندي بالطشه من دلوقتي كده، هقلب الملامح والريحه بدات تبان زي ما حضراتكم شايفين، شايف المنظر؟ شوف. حاضر لحظه واحده عليها، هاخد مكعبين زبده، ركزوا معايا في اللي جاي ده بقى، وهنزل بيهم هنا في الطشه اللي شايفها. انا هنا باسس الطعم بقى، ما حطيناش ملح، حبه ملح حلوين، يبقى الزبده نزل هنا مع الطشه في سكه مختلفه في الطعم. بص الملامح الخلطه عامله ازاي، شوف اهو. هاجي عامل ايه بقى على الكلام ده كله؟ زي ما انا جايب عندي البصله، بسم الله بالكلاوي بالقلوب بكله ينزل هنا، شوف الملامح عامله ازاي. اجيب عندي كل البصل اللي انا لسعه ده عايزينه اهو كده كده، تقليبتين حلوين بسم الله، شوف الملامح عامله ازاي، الله اكبر. اهو ادي نص كيلو المشكل مع نص كيلو بصل، بص المنظر عامل ازاي، حاجه على مزاج شويه. طيب وبعدين يا شيف، والله فكره بقى ان انا احطهم عندي في ورقه اللحمه وادخلهم الفرن، ممكن ممكن احطهم زي ما هم كده في طاجن، ممكن ممكن امشيهم زي ما هم في صينيه، كل حاجه ممكن باذن الله. طيب امل هاني صباح الفل. اهلا صباح الفل، ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، دايما تسلم ايد حضرتك على كل حاجه حلوه بتعملها، الله يبارك في عمرك، اتعلمت من حضرتك حاجات كتير، كتر خيرك. العفو يا فندم، تحت امرك. بقول لحضرتك عايزه اعرف طريقه الكوسه البشاميل. حاضر. والمبكبكه. اوامر امر. حاضر. وبنتي عايزه اتكلم حضرتك. ربنا يحميها لك. حاضر يا فندم. الو، اسمي فريده. اسمي فريده. انتي قمر يا فريده، ازيك الاول؟ عامله ايه يا جميله؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله كله تمام. عامل ايه يا عم؟ عامل ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. انت عندك كام سنه يا فريده يا جميله؟ ايه؟ عندك كام سنه؟ عندي 3 سنين. كم؟ عندي 3 سنين. ما شاء الله عليكي، وايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. يستاهل الحمد يا عسل. هتجينا البرنامج ولا لا؟ ايه؟ هتجينا البرنامج ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. طب يلا حالا بقى سجلي بياناتك في الكنترول عشان نشوفك ان شاء الله في اقرب مسابقه. ان شاء الله. ماشي، ربنا يحميها لك يا فندم، بشكرك، شكرا جزيلا. حاضر. طيب هعمل ايه؟ ورقه الومنيوم كده لطيفه، وبلاش نحط ورقه زبده، خليها زي ما هي كده، انا عايز اكمل تسويات مش اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاجي اعمل كده قلب الصينية الحلوة دي كده، بس شايف الملامح عاملة ازاي؟ شكرا على كده، نقفل وندخلها الفرن نكمل بقية التسويت. ده بالنسبة لأول طبقة. تمام حاضر. الطبق التاني نبدا نخش حالا مع حضراتكم في التفصيله بتاعت ايه الاباراي عشان ندخله الثلاجه شويه، على ما كمان القروب يطلع يبرد شويه عشان يبقى يستحمل معايا فكره الدقيق والبيض واللبن والبقسماط. هتعمل ايه بقى؟ نعمل تتبيل على طول سريعا. افندم الهام هانم صباح الفل. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا بحبك جدا 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 والله العظيم. كتر خيرك، ربنا يعزك، ودي محبه، كتر خيرك، شكرا. عايزين ندعي لفلسطين ويكون ربنا معاهم ان شاء الله. يا رب يا رب. وانا بعز حضرتك جدا، ربنا يديم محبه، كتر خيرك. طلب منك طلب صغير جدا. تؤمر يا فندم.
عايزة أعرف البشاميل ما بيبقاش مظبوط ليه معانا. حضرتك بتعملي بشاميل سريع ولا اللي هو أنا بعمل... لا السريع. تمام. على فكرة أنا بعمل أكل حلو قوي ونفسي أبقى مع حضرتك. ما شاء الله تنورينا يا فندم وتشرفينا. حاضر كملي يا فندم سؤالك. بس هو البشاميل بس طيب البشاميل يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا هجاوبك حالا شكرا يا فندم. طيب عشان بس اريح حضرتك البشاميل الفوري ده او السريع ده كيس قدامه ايه بالظبط؟ 4 كوبايات من اللبن او من المرقه بس هو الافضل يبقى لبن او كوبايتين وكوبايتين. بسيب الحليب ده يدفى شويه وبعد ما بيدفى شويه ببدا انزل عندي بيه الباودر بشاميل اللي هو الفوري او السريع وبالمضرب على اتجاه واحد 5 دقايق هيبقى معاك زي الفل. البشاميل العادي يا شيف لو انا مش عايز اعمل السريع بجيب عندي 5 معالق زبده او سمنه او زيت قدامهم 5 معالق دقيق لازم يكونوا قد بعض. ببدا اشوح الاول السمنه او الزبده او الزيت انزل عليهم بالدقيق يكلكع احمره سنه وابدا انزل عليه بالحليب وابدا ادوب برده في اتجاه واحد وفي الاخر ممكن لو خرز مني بصفيه في المصفى وبيطلع برده بشاميل زي الفل. طيب خليني اخش اعمل التتبيله دي على السريع ب2 عدد بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. في البوله دي شايفها يا فندم 2 عدد بيض دي تتبيله حلوه جدا للارنب البنين. 2 كوباية لبن وكوباية دقيق. قبل اللبن والدقيق فلفل اسود على البيض وكمان حبه ملح عشان نبقى تبلنا وتمام التمام كده. وانا بفكر من ناحيتي لو حابب ازود بقى تجويده هنا في الابراي ده سنه توم باودر على سنه بصل باودر والبانيه الجديد بقى ممكن نديله سنه بابريكا وتاتش حبه هان ناعم جدا شايف يا فندم حلو الكلام وكده يبقى زي الفل بلاش افوار اكتر من كده. وهبدا هعمل ايه نضرب ضربه سريعه بسم الله. معلش نكون معانا نجيب المضرب التاني كده زي ما احنا اتفضل. اسف جدا على الازعاج. وبكده يكون التتبيله تمام التمام. اسيبها شويه تريح في الثلاجه زي ما حضراتكم شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. بص كده يا فندم بقت تقيله شويه بقت تقيله اهي شوف شوف القوام ده فكره البانيه عامه كلها رايحه لفكره التمبوره شويه الهندي اللي بنحط فيها الخضار ونحمره على طول راح لفكره التمبوره اللي بالجمبري الاسيويه اللي بناكلها دايما اللي فيها جمبري فرايد كده محمر بشكل مختلف يبقى هي التتبيله دي. هعمل منها النهارده الارنوب بشكل حلو وهبدا بعد كده اعديه عندي على الفيجيتار او على البقسماط او على اي نوع من انواع العيش المقرمش بتاعنا ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل. عندنا النهارده 2 طبقين اخف من بعض. جبنا ارنوب او ارنب قطعناه على 8 قطع
غسلنا غسله كويسه جدا، جبنا حله بتغلي كويس قوي ميه، نزلنا عليها ببصلايه بطماطمايه باي خضار عندنا يديني ريحه حلوه في السلق، مع الاعشاب زي ورق الغار الحبهان فلفل الحصى القرنفل، الحاجات دي تستوي كويس جدا. نزلنا سلقنا كويس قوي زي ما اتفقنا وشفناه معاكم من شويه، وهدفي ان انا اسلق لسببين. السبب الاول هاخد حبه مرقه حلوين اعمل شويه رز حلوين، واخد حبه مرقه كمان اعمل حبه ملوخيه كمان حلوين، فبالتالي هستفيد منهم. وانا عايز ابرد الارنب عشان يبقى بارد، هعمله بانيه بالتتبيله اللي عملناها من شويه بحضراتكم، اللي هي بكوبايه دقيق وكوبايه لبن واتنين عضب بيض، وتبلناها بالبهارات اللي بنحبها زي مثلا توم باودر، بصل باودر، سنه حبهان، سنه فلفل اسود، طبعا حبه ملح. تبلنا كويس ودخلتها التلاجه تريح شويه. الطبق الثاني عملنا جبنا الكلاوي وجبنا قلوب وجبنا كبده وحته دهنه كمان. قطعنا الكلاوي الاول، شوحناها الاول بسن زيت عادي جدا، خدنا تسويه كويسه، نزلنا بعديها بالقلوب نفس الكلام، خدنا تسويه كويسه، نزلنا بعديها بالكبده وعملنا طشه. الطشه عباره عن ايه؟ فلفل حار زي بتاعت الكبده الاسكندراني بالظبط، وتوم وحبه البهارات بتاعتي، سنه خل عشان تديني نفس وبرده تروق الدنيا، وسنه ليمون للمزازه، وقفلت الحاجات كلها مع بعضيها ودخلتها عندي في ورقه المونيوم وكانها ورقه لحمه. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ عندي حبه رز بالشعريه نقفلهم بالمره، وحبه الملوخيه. بسم الله، هعمل حبه الرز بالشعريه بمنتهى البساطه بمعلقه سمنه ومعلقه زيت. والرز بالشعريه لو احنا محمرين الشعريه بره الطاسه او بره الحله، بسيبها على جنب وبنزلهم عندي في الاواخر بعد ما اسخن الرز كويس، وابدا اسوي الرز بتاعي يسخن وابهره كل حاجه، وكده انزل عندي بالشعريه. البصلايه دي زي كل مره بنعملها كده كروكي، وبنشوحها في السمنه مع كمان حبايه حبهان ومع ورقه غار، تدي نفس كويس لقلب السمنه كده او الزبده واحنا بنشوح الرز. وبالاخر هشيلهم عندي عادي جدا، هنزل عندي بكيس الرز بتاعي او كوبايه الرز بتاعتي بسم الله، واشوحهم شويه لحد ما يسخن، وهبدا اقفل عليهم بالشعريه، وبعد كده هقفل عليهم بالمرقه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين في منتهى البساطه، واحده واحده كده، وسيبهم يسخنوا شويه وبعد كده هنشوف حكايتهم ايه. عندي حبة مرقة حلوين هنا همشي بيهم اللي انا عايزه ده، وهقفل بيهم الرز او هقفل بيهم فكرة الملوخية. عندي هنا الزيت بسخنه كويس شوية يبرد، يعني يسخن كويس ولا ايه، عشان لما اجي انزل احمر الارنب البانيه يبقى في اللطافة كده، ميبقاش عندي مشكلة. كنت عايز اقول ايه تاني؟ عندي بطاطساية مقطعها في الاربع تربع يعني في الفرن كده بحبة بهارات بسيطة، هطلعهم مع الارنب البانيه في الاخر عشان هيبقى متحمر، فحاجة يبقى معاه برضو لطيفة غير الرز وغير الملوخية. ودايما بقيس وبفصل بصراحة يعني في كل حاجة بنشتغل فيها مع حضراتكم كل يوم، والله مش بس الحلقات معينة، يعني كل أطراف الأسرة يكون كله متراضي، مش أنا اللي قصدي يعني راضي حضراتكم طبعا أنتوا بتراضونا بكل حاجة، بس قصدي يكون الأذواق كلها متفق عليها. بمعنى إيه؟ ممكن طفل يقول لك والله أنا مش عايز آكل النهاردة الأرنب ده، أو مش عايز آكل الكبدة والكلام، في رز وملوخية. لا والله انا زهقت من الرز والملوخيه، يبقى في بطاطس مع الارنب حته بانيه كانها فراخ بانيه، يعني قصدي يبقى في حاجات موجوده لكل الافراد الاسره، محدش يبقى ايه حاسس ان ايه مش واخد حقه، وده مهم جدا. حتى في البيت ست البيت بتعمل كده دايما، تعمل اكل للكبير والصغير حتى لو من نفس النوع، مش شرط يكون كل واحد ليه اكل مخصوص، ولكن لو عملنا حاجات بسيطه كده نخلي فيه بس ايه يعني خصوصيه للاطفال، ما يبقاش مجبرين على حاجات ما بياكلهاش. ليه بتقول كده النهارده على الارنب بالذات؟ انا بقول لك كده عشان ممكن يعني مش كله يكون بياكل مثلا الارنب، يبقى عندنا في فكره ثانيه او في طبق ثاني يبقى يؤدي الغلط. بشوح كويس جدا الرز، واول ما مد ايدي كده احس ان هو سخن هبدا انزل عندي بحبه الملح بسم الله كده كمان سنه بس، واروح اعمل كده كويس جدا، وانزل على طول بالشعريه المحمره او حبايه الرز المحمره لو انا عايز اعمل رز حبه وحبه نفس الفكره، او لسان العصفور برده محمر بيبقى كويس جدا مع الرز، كله يبقى بالشكل ده. محمر حاجتي لوحدها بره في معلقه زبده، وسبتها عندي على جنب، وجبت الرز سخنته وبهرته، وهبدا اقفل كله بواحده واحده. حاضر فندم. ايمان هانم. ايوه. الو الو. ايوه صباح الفل يا ايمان هانم. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تحت امرك امر بسم الله. انا عايز اقول لحضرتك الكلام اللي لسه حضرتك ما خلصته ده هو فعلا الواحد بيعمله. انا بعمل بدل الصنف يجي خمسه علشان اراضي الكل. رب بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. هنعمل ايه طب لاولادنا؟ لازم نعمل كده والله. بس متعبين قوي في اكل الخضار. معلش ربنا يحميهم وما لكمش بركه غيرهم. بس انا بناخد افكار من حضرتك كويس، حتى لو انا مش بعملها بالظبط
باخد حاجه من هنا وبزود حاجه من عندي بحيث ان انا اراضي يعني ايه الولاد. برافو. اهم حاجه ما نلجاش للدليفري بس اهم حاجه. لا بتعجب يعني. وعملت فكره كده حضرتك كنت عاملها كويسه قوي في الخضار مع اللحمه المفرومه عملتها لهم بالبشاميل. برافو عليك. الافكار دي كلها من عند حضرتك بس عجبتهم. طب الحمد لله. اهم حاجه بقى هم ياكلوها دي اهم شيء. دي اهم حاجه. ربنا يحميهم لك يا فندم ويديك الصحه ليهم ودايما عامل. امين يا رب. اشكرك. انا كنت عايزه بس سؤالي الكبده لما انا مثلا بحط لها شويه خل لان انا بس بحب ان انا انضف الحاجه كويس هتتهري منك ليه لونها بيتغير كده؟ اتهرت منك. ما تحطلهاش خل. امتى نحط خل او ليمون للكبده وانا بسوي؟ اخد بس اللون الفاتح ده في الحله بتاعتي. انت بكون سويت ونزل منها العصاره بتاعتها او النسبه اللي انا عايزها من البروتين بتاعتها في الصوص ابدا انا بقى ايه اطعم بعصره الليمون ببق الخل. هنا بقى بعمل طشه. لكن انقع الكبده في خل اساس الكبده ما يستحملش ده. تمام. بس تمام. انا لاحظت ان اللون بدا يغير قمت شفاها على طول بميه تاني بعدين ما يبقى كده يعني كنت. تمام خلاص زي ما احنا اتفقنا هنغسل الكبده في حاله لما يكون الدنيا يعني مش تمام وده على ما اعتقد برضو مش هيبقى لطيف فالافضل ان احنا ننشف الكبده ان انا احطها مع التشويه. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. اتفضلي. الاواني اللي حضرتك بتتم فيها جميله قوي. تمام. الاواني دي ماركتها ايه؟ ممكن نقولها في الكنترول يا فندم. طيب أوكي. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. بشكرك لمتابعتك لينا وشكرا يا فندم. يا آسر صباح الفل. ايوه اهلا وسهلا بيك يا آسر. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا معلم؟ كله تمام؟ بسم الله. ايوه الحمد لله. لأمرني امر تحت امرك. عايز اشترك في المسابقه. هتعمل ايه في المسابقه يعني؟ هعمل حواوشي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 8. ما شاء الله عليك. وعملت الحواوشي قبل كده ولا اول مره هتعمله معانا؟ لا اول مره. انت يا روتيك كده عم ياسر تيجي تجرب فيا ولا نعمله في الاول في البيت ندوق ونجرب في بابا بابا وبعد كده نيجي نعمل هنا؟ ايه رايك في الكلام ده؟ انا شفته من ماما وهعمله. ايوه انا عايزك تعمله في البيت الاول يا ياسر. تمام. وتدوق انت بنفسك وتقول لي تمام وتيجي تعمله على طول هنا. ماشي. ماشي الكلام؟ ماشي. ماشي يا حبيب قلبي. يلا ما تقفلش السكه لو سمحت غير لما تسجل بياناتك في الكنترول. اوكي ماشي. تسجل بياناتك واكتبي جنب منه ياسر هيعمل حواوشي وزي ما اتفقنا. وبعيد المعلومه مش بس على ياسر على كل اولادي وكل حبايبنا اللي بينورونا. زي ما احنا متفقين شروط المسابقه هعيدها تاني مع حضراتكم الاطفال بالاخص. اول حاجه اي حد هيكلمنا يكون الطبق اللي هيعمله لنا يكون عمله قبل كده جربه في البيت عشان لما تيجي هنا تبقى انت لما اسالك السؤال عملت قبل كده ما تقوليش لا. طب جاي تعمل ايه؟ جاي تعلم هنا؟ لا انا عايزك تبقى جاي شيف وتطلع الطبق اللي عندك ونظبط مع بعض بقى اللي ناقص اللي زايد. بس انا عايز استفيد منك من اللي انت بتعرف تعمله في البيت عشان نفيد اخواتنا اللي بيفرجوا علينا هم كمان بطريقتك وانا هساعدك كده كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اكون لازم بناكل خضار وفاكهه. دي برضه من شروط المسابقه كل الاطفال. ليه خضار وفاكهه يا شيف؟ عشان خاطر نبقى مظبوطين نبقى اقوياء. الخضار والفاكهه دول اهم حاجه. ما ينفعش تكون ما بتاكلش خضار ولا بتاكل فاكهه ولا بتعمل الطبق وتيجي البرنامج هتيجي تعمل ايه؟ دي حاجه مهمه جدا لازم نركز فيها يا كل حبايبي اللي بيتصلوا بينا. يبقى اكون حافظ الطبق اللي هعمله واكون مظبط الخضار والفاكهه ونسال ماما خد بالك انا بقول لك اهو وبقول لك كمان انت كمان. طيب هنا دي معلقه سمنه مع معلقه ثوم معلقه كزبره طشه سيبها على جنب براحتها خالص. حلو. وقت ما احتاجها للملوخيه تمام. طيب عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز ابدا اخش في الاباراي او التتبيله اللي احنا عملناها من شويه مع حضراتكم بتاعه الايه الارنوب. تعال نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده معايا يا جماعه. بسم الله الله اكبر الحمد لله. بص كده لما طلعت الارنوب من المرقه اللي بتغلي الصراحه يعني حاطها عندي في تلج. بص كده شايف التلج؟ مش مطلوب يعني ادوشكم بالحاجات دي في البيت بس دي حاجات طباخين قوي او شيفاتي قوي يعني. ولكن لو سيبناها تبرد على مصفى او في مصفى كده على جنب شويه تحت المروحه نصايه ساعيه هتبقى زي الفل. اهو نص ساعه يعني مش باش اوفر في المواعيد عشان ما تزهقوش. طيب يعني ايه يا شيف؟ هتفرق في كتير جدا. زي ما بعمل مثلا فراخ البانيه ليها طريقه من لما باجي اعمل فراخ بالعظم البانيه بالعظم الفرخه كامله زي اللي احنا بنشتريها عادي بس بالعظم بتاعها بعمل نفس الفكره دي بسلقها نص سلقه اكسب تسويه اللي جوه العظم. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ بتجنبها يعني.
الامان وابقى مظبط اموري واسيبها تبرد وكني بعمل حاجه من الاول وجديد وعادي جدا. طيب كده احنا خلاص سيبناها تبرد شويه ودخلناها في الثلاجه او سيبناها في المصفى او حطيناها تلج اي حاجه من الحاجات دي كلها، نبدا نرفعها ونشوف حكايتها ايه. طبق فاضي بسم الله وابدا اشوف. بص حاجه لما اتسرقت وبقت بص عامله ازاي، شايف التسويه؟ بص كده يا فندم شوف من جوه انا قصدي ايه، ده اللي انا قصدي عليه. ما بقاش اي حاجه قدام عينيا مش حلوه. بص انا كمان بعمل ايه، بقسمها نصين عشان هعمل ده بانيه فهي برضو يستوي معايا بسرعه ما يبقاش عندي مشكله. بص شوف كل حاجه واضحه جدا. تمام لحد كده تمام، دي متشكرين. ونعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدا نخش في مرحله البانيه. البانيه طبيعي دقيق وبيض ولبن وبقسماط، مظبوط تمام. احنا عملنا ايه بقى؟ جبنا كوبايه دقيق وكوبايه لبن والاثنين عدد بيض قفلناهم مع بعض وتبنناهم. بص لما دخلناهم الثلاجه تقلوا ازاي؟ كوبايه الدقيق كوبايه اللبن واثنين عدد بيض والبهارات اللي بنحبها. هعمل كده وهعمل حركه في الفينش في الاخر. الحركه اللي هعملها دي ليها سبب حلو جدا. دي الطشه خلاص انا سايبها على جنب على التسويه الاخيره. هجيب عندي سنة خل ندعة بص قد ايه. بس ليه يا شيف الخل ده؟ عشان ده هيعمل معايا عازل ان شاء الله يعني في الزيت، لما اجي انزل بالزيت ما يشربش مني زيت. الخل ده ما يخليش التتبيله دي تشرب زيت مننا كتير. ما خسرش عليا حاجه خالص. هجيب عندي كوبايه البقسماط بتاعتي او كوبايتين بقسماط مبعترهم في طبق كبير، وهبدا اجيب عندي حته الارنوب المسلوقه، شايف المنظر؟ بصفيها بنزل عندي هنا بالتتبيله بتاعتي، شوف كده اهو، واجي اروح مصفي خالص، شوف وش وضهر يا فندم اهو، واروح عامل كده وبايدي الثانيه الفاضيه دي اروح عامل كده اهو وش وضهر، شوف اهو، شوف بقى عامل ازاي. تمام تاني. حاضر لحظه واحده. بص يا فندم بعمل ايه، ممسك من عضمايه كله كده وابدا اصفي كده وانزل عندي هنا بايدي الثانيه ابدا اغطي وادق كده بايدي كده واسيبها على جنب. يا فندم منى هانم صباح الفل. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله كله بخير. الحمد لله كله بخير يا فندم، ربنا يعزك. انا بعيد حضرتك جدا ومتابع حضرتك من بدري والله. على راسي والله. وانا اتعلمت من حضرتك كتير. العفو، اخوك تحت امرك في اي وقت يا فندم، العفو. ربنا يخليك. هو انا حضرتك انا حامل واول حمليات كده، بس الالمي عندي واسعه جدا وكنت عايزه اكلات للالمي وكده. حاضر، اوامرك امر، ربنا يكرمك ان شاء الله بالسلامه. ربنا يخليك. حاضر يا فندم. والبنجر كنت البنجر جايباه، بس المشكله ان انا نفسي مش قبلاه ان انا اكله ني وكده. ايه ده يا فندم؟ البنجر. البنجر ماله؟ قالوا لي كلي ني وكده، بس انا مش قبلاه يعني. طب انا هقول لك على طريقه حلوه تاكل البنجر ده الصبح وبالليل، ايه رايك؟ تمام ماشي، مفيش طيب مشكله. بص يا ست الكل، اولا البنجر هناكله مسلوق. تمام. عندنا حاجه من حاجتين، اللي نحطه في سلطه ويتبل بالبرتقال وبعسل نحل وباي خضار عندك، ده كده هيبقى مفيد جدا لحضرتك. او تمام. هبدا هعصره مع برتقال برضو عصير، ومع لو عايز احط جزر معاه تمام، وهضربه في الخلاط كويس جدا وهشربه، هيبقى مفيد جدا جدا. فالبنجر يتسرق الاول مش هيبقى ني، مستحيل يتاكل ني. تمام. فدي بالنسبه لموضوع البنجر. اوامرك، اتفضلي. مش عندي سؤال لحضرتك تاني، معلش انا اسف. اتفضلي يا فندم. عجينه البيتزا بس كنت عايزه اعرف المقادير بتاعتها. حاضر يا فندم، حاجه ثانيه؟ لا متشكره جدا. تحت امرك امر، حاضر يا فندم. طيب. مع السلامه. حاضر، بشكرك. الانيميا احنا هناكل بنجر زي ما حضرتك قلتي، هناكل كبده زي ما كنا بنتكلم برضو في موضوع الانيميا قبل كده برضو في القصه دي، الكبده مشويه تبقى لطيفه جدا في موضوع الانيميا، والبنجر زي ما قالوا لك، ولكن هنبدا نعمل حاجه حلوه، هنسلق البنجر عادي جدا وهنقشره، وبعد كده نقطعه مكعبات نمشيه عندنا في سلطه، هنمشيه عندنا بالشوكه زي ما هو كده بمعلقه عسل، هنمشيه عندنا بكل الطرق يمشي معايا في كل حاجه. والبنجر زي ما اتفقت ممكن امشيه مسكر شويه بالبرتقال والعسل، وممكن امشيه عادي جدا يكون حادق بزيت الزيتون وعصره ليمون وكزبره ورق على الوش كده، مع حبه خس مشكلين مع خضار مشكل حلو، هيبقى طعمه كويس جدا وهو ده المطلوب. طيب خلاص عملنا البانيه بتاعنا، نجيب بس كده الحبه الباقيين دول كده، ايوه، وهنا حبه البقسماط دول كده. وهبدا اعمل ايه بقى؟ دخل الكلام ده كله الفريزر شويه.
ياخد بس تشميعة مطرح ايدي وبعد كده هبدأ احمر ان شاء الله مع حضراتكم. حاضر. خلود هاني صباح الفل. عامل ايه حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك يا فندم. تحت امرك امر. كنت ربنا يخليك يا ربي يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك على طريقه الفراخ المقرمشه يا فندم. حاضر. عينيا الاثنين. حاجه ثانيه؟ لا معلش بس سؤال. عجينه الكريب. الكريب. حاضر يا فندم. حاضر. ماشي يا فندم. حاجه ثانيه؟ شكرا يا فندم. حاضر. اوامرك امر. حاضر. نبي نور نزلي لي عجينه الكريب المسكره والحادقه ونزلي لي مقادير البيتزا بتاعتنا وانا هتكلم عنها برضو حالا بحيث يكون المقادير مكتوبه ولما اشرحها تبقى هنا وهنا. بعد الفاصل مش اوكي. طيب مقادير البيتزا سريع. حاضر. مقادير البيتزا كوبايه دقيق واحده، نص كوبايه ميه، الميه تكون دافيه سنه مش سخنه ولا بارده، معلقه خميره باودر، خميره باودر ومعلقه زيت زيتون كبيره ونص معلقه سكر ونص معلقه ملح. دويب الخميره مع زيت الزيتون مع السكر والملح في قلب الميه وانزلي بالدقيق لما يربطوا كلهم مع بعض يبقى كل حته واحده، سيبيها تريح ربع ساعه كمان ودي عجينه سهله جدا. عايزين نخليها سبونش نحط لها زبادي زي ما هي كده، هي كده ساده او كلاسيك او العاديه. افندم شيماء هانم. افندم شاهيناز هانم. اسفين شاهيناز هانم. ايوه ازيك يا شيف؟ علي الفل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ نحمد ربنا ونشكر فضله. بحب حضرتك جدا. كتر خيرك وربنا يديم محبه على راسي يا اختي والله. شكرا. والله بحب طريقتك جدا في الطبخ ويعني بحب حضرتك جدا. على راسي ربنا يديم محبه كتر خيرك. لو سمحتي بس كنت عايزه اقول لحضرتك اني عايزه اكلات لايت وكده. اكلات ايه يا فندم؟ اكلات للدايت وكده. حاضر حاضر اوامرك. حاضر ماشي. يعني استاذن حضرتك تعملها عشان انا يعني بتعب قوي في الموضوع ده. حاضر يا فندم. حاضر. حاجه ثانيه؟ بحضرتك جدا بشكر حضرتك. شكرا ربنا يديم محبه كتر خيرك وعلى راس المكالمه والمتابعه. شكرا لذوقك والله. شكرا. بكره ان شاء الله لو لينا عمر يبقى يوم الدايت ويوم الاطفال، فبكره ان شاء الله يكون عندنا حلقه ان شاء الله باذن الله لو لينا عمر ان شاء الله يكون فيها اكل دايت وبالشرح المفصل ان شاء الله. طيب يا فندم. طيب انا عايز اعمل الملوخيه على السريع عشان اكسب وقت وعندي مرقه زي ما حضراتكم شايفين بتغلي اهي ولا اي حاجه. انا هعمل الملوخيه دي بطريقه سهله جدا، ولا اقول لكم بلاش الطريقه اللي هعملها عشان بيبقى فيها شطه، في بعض الناس بتحبها بالشطه وفي ناس بتحبهاش بالشطه، ولكن هعملها بقى عشان نبقى غيرنا ما يبقاش كله متكرر واحد. افندم. حاضر حاضر حاضر. يسرى هانم صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم كله بخير نحمد ربنا. الحمد لله. انا بشكر حضرتك على كل الاكلات الجميله اللي بتعملها لنا وعلى طريقه حضرتك في المطبخ. العفو يا فندم تحت امرك في اي وقت. مورين يا فندم. بنتي كانت عايزه تشارك مع حضرتك في المسابقه. مين يا فندم؟ بنتي عايزه تشارك مع اسمها حضرتك. ايه القمر؟ اسمها ايه يا فندم؟ يسرى. 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 حاضر حاضر ربنا يحميها لك. ممكن نسجل بناتها في الكنترول لو تكرمتي؟ شكرا. يسرى هانم. شكرا. العفو يا فندم. حاضر يلا حالا نسجلها بياناتها في الكنترول. انا بس غلطت ما بين يسرى هانم وبنتها اسمها يسرى، ده اللي انا فهمته فسجلها حالا. حاضر يا فندم. حطيت هنا قرن فلفل مفروم مشطشط، ما كملتش قرن، ده حته صغننه يعني، ده هنا دي سكه مختلفه شويه. وهحط عندي هنا بص كده فص توم، ما يجيش فص توم، ربع فص توم فريش. ركزوا معايا في دي بس. وخد دي مني كمان سنة كزبرة، وساعات ناس تحب تحط سكر عليها، ده وده، بس دي سكة فيها حلوة في المرقة. دي مرقة إيه يا باشا؟ مرقة أرانب. حطينا لها إيه؟ مكعب عفوا بنص فص توم، وزي ما حضراتكم شايفين بص المنظر، حتة فلفل وسنة الكزبرة، وبعدين ولا قبلين، هجيب عندي المضرب أو الشوكة، بسم الله، وهنزل عندي حبة الملوخية، الملوخية دي على فكرة فروزن ما هياش فريش، وأبدأ أقلبهم كده عشان ما يكلكعوش مني، ومش هقلب كتير عشان ما تعملش مني ايه؟ ريم. سيبها شويه وحاجتين كالعاده زي ما حضراتكم عارفينهم ما لهمش تالت. الملوخيه ولا تغلي كتير ولا يتغطى عليها. وهعمل الطشه ونعملها على طول قبل ما اطلع الفاصل يا فندم. ما انا بقول لحضرتك هنعملها قبل ما اطلع الفاصل، تقول لي فاصل؟ دقيقتين بس، هنأجل بس دقيقتين كمان لو تكرمتم ونخلص الملوخيه عشان تبقى واضحه. ونبص بس على الرز، بص كده يا فندم. شوف ملامح الرز بتاعنا. شوف شوف بقى حاجات الفينش بقى الاخير ده، معلقه السمنه دي شايفها على الوش كده. بص حبه الرز، انا بقى بحب الرز ده جدا كده من الحله
ما يتاكلش غير دلوقتي. بصراحة حلو طبعا في كل الأحوال، ولكن لما بيتقلب كده ويطلع منه البخار الحلو ويتاكل على طول بيبقى أحلى بكتير جدا 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 مما يتسخن. ومعلقة السمنة دي كده في الوش كده، أو معلقة الزبدة البيضة، أي حاجة. بص منظر حبة الرز بيكلمه، ما فهمش أي حاجة أفندم، ما فهمش أي حاجة. طيب شغال أنا كده أتخشى الناحية التانية، وهنا عندي النار شغالة للملوخية. أول غلوة أقبل طش على طول، مش هزود عليها، ونجيب لها طبق حلو كده نغرف فيها على طول. يبقى فاضل عندنا بس إيه؟ البانيه نحمر على طول. تمام. والزيت أخباره إيه؟ شغال. نعلق عليه سنة بقى عشان ممكن نحمر وإحنا واقفين مع حضراتكم دلوقتي واحدة كده وبتاع، بحيث نستفيد بوقت الفاصل. وبنجرب الزيت بتاعنا كده. يعني النار بس عليه كمان سنة ينزل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بواحدة حتى سؤننا، نشوف الملامح أخبارها إيه. أول ما يبدأ الدنيا تمام نقفل إن شاء الله أول رصة. الناحية التانية نبص بص على الملوخية كمان الكلام تقليبتها شغالة. أدي كمان تقليبة. هي النار مالها في إيه؟ بس شايف الطشة دي ممكن نزودها كمان سن التومة أفندم؟ حاضر. سن التومة كمان تعلم معانا تست، ونشوحها مع بعضيها كده. ما نسيبهاش تتحرق مننا كتير، لازم تكون تبقى جولد كده، ما هياش ولا هي غامقة ولا هي فتح. دي الكزبرة مع التوم. طبعا أرانب لو حابين نحط منها، لو احنا بناكلها مثلا محمره او مسلوقه مش بانيه، ممكن اجيب حته وافصصها في النص تمشي معايا عادي جدا. هنا زيت تمام، ابدا انزل بقى. بص كده يا فندم، بسم الله. وبنزل عندي الحاجات الكبيره الاول استفيد بالسخونيه، والراسه الثانيه ان شاء الله يكون الزيت هدي اسخنه ثاني وانزل بالصغيرين الباقيين. بس كده. بص كده يا فندم اللون الجولد عامل ازاي، شايف ده؟ شايفها يا فندم؟ الطشه شايفها؟ حلوه قوي. شايف الطشه؟ طيب كده شويه، بص الطشه عامله ازاي؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نواصل. اتفضلوا. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب احنا خلاص خلصنا اعتبر ان شاء الله اكلنا. سبع رقم شايفين حبه او حته الارنب اللي احنا عملناها باني ما فيهاش. بص المنظر يا استاذي، شوف بص شوف التسويات، مش عايز ابوظ. بص الباني موجود والبطاطسايه موجود، ده كده طبق لوحده. حبه الرز ما فهمش كلام، مش محتاجين نتكلم عليهم، ولكن شلنا منهم لو حضراتكم فاكرين البصلايه. بص المنظر عامل ازاي، ورق الغار مدي ريحه حلوه قوي. حبه رز بالشعريه بالهنا والشفا لحضراتكم. يطلع على طول جنب الملوخيه كده، والناحيه الثانيه الارنوب الباني يطلع برده مع البطاطس المحمره او المشويه حسب اللي عندنا، يطلع برده كطبق تقديم. فاضل عندنا الطاجن للفرن، تعال نجيبه على طول. ورقه الكبد والكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم. اتفضل بألف هنا وشفا. خلينا نشوف الملامح جوه اخبارها ايه. تسويات مش محتاج نتكلم عليها. بص منظر الكبده كل حاجه باينه. هنا الصوص اللي نزل بص عامل ازاي، منه فيه البصلايه متكرمله، كلاوي الكبد، كل حاجه جوه تسويتها مظبوطه، وهو ده اهم حاجه في الحكايه كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم على طول كده. نعمل دي كده عشان يبقى باين ان احنا عاملين حاجه مختلفه. وهنا كمان نفس الكلام. واللي وقع مننا هنجيبه هنا على طول. شوف حبه الصوص نازل عامل ازاي؟ تحس ان هو صوص لحمه، هو صوص الكبده والكلاوي اللي نزل منه. طب الصوص ده بيجي ازاي يا شيف او بيجي منين؟ اقول لحضراتكم بيجي من ترتيب التسويات. الكبده بتنزل والكلاوي بتنزل والبصل بيجيب ميته وكل الحاجات دي بتعملنا صوص حلو مع حبه البهارات المظبوطين وبيطلع معانا بالشكل ده ان شاء الله لحضراتكم بالهنا والشفا. وبكده يكون خلصنا خلاص كل حاجه. مفيش اي حاجه خالص النهارده تاني. زي ما حضراتكم شايفين طاجن معمول بشكل ورقه اللحمه، حبه ملوخيه مع رز بالشعريه، وعندي حته ارنوبه لطيفه بدل ما بنسلقها ونعملها محمره عاديه او بنعملها بطاجن، عملنا النهارده بانيه وكمان بانيه بشكل مختلف اختصارا للوقت. البيض مع اللبن معاه كل حاجه في نفس الوقت، وحمرنا في زيت سخن بس اهم حاجه دخلناها شويه الفريزر عشان تمسك نفسها. بطاطس محمره في النص وبالهنا والشفا. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده، والسلام عليكم.